هذا سائل يقول: من هو جبرائيل؟ ما تعرف جبرائيل؟ جبرائيل هو أفضل الملائكة والأمين الذي ائتمنه الله على وحيه. الروح الأمين نزل به الروح، يعني القرآن نزل به من؟ الروح الأمين، وهو جبريل عليه السلام، على قلبك، قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الروح الأمين عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الملائكة. نعم.